أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 4187 نزيلا، ذلك تنفيذا للقرار الجمهوري بشأن الإفراج بالعفو عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو. جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة. في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة، والذي يعد التوسع بالإفراج بالعفو أحد أهم محاورها، أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 4187 نزيلاً تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 1 لعام 2024 بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 72. دلوقتي ننسى اللي كان، وبكرة مليان بالأمان. بالصنعة دي هقدر أعيش، هقدر على الحمل التقيل، وهرد للبلد الجميل. الإفراج عن هذا العدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تم بعد فحص ملفاتهم من قبل لجان العفو المشكلة من قطاع الحماية المجتمعية للتأكد من توافر شروط العفو، وفي أجواء احتفالية بدأ تنفيذ القرار الجمهوري بالإفراج عنهم. نشكر الرئيس على عفو 25 يناير، وإن شاء الله تبقى بداية جديدة لينا. أنا فرحان بالعفو اللي ربنا كرمنا فيه، وكرم من عند ربنا، ومبسوط ان انا اروح لعيالي وربنا يخلينا الريس. فرحانه قوي النهارده، اتفاجئت ان ندموا عليا بالعفو، الحمد لله. بشكر سياده الريس، بشكره قوي 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 على الحاجات الجميله اللي عملها، حاجات كويسه لينا جدا. العفو ده النهارده ان هو رجعنا لبيوتنا ورجعنا لاهالينا واولادنا تاني، دي حاجه جميله قوي قوي. العفو الرئاسي عن نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل هو فرصه لمن تنطبق عليهم شروط العفو لبدايه حياه جديده، خاصه مع ما توفره هذه المراكز من برامج إصلاحية وتأهيلية متطورة تسهم في تقويم سلوكياتهم وإكسابهم حرفة مناسبة، مع توفير رعاية صحية واجتماعية وتعليمية تتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية والوطنية. أنا فرحان إن أنا يعني الحمد لله ربنا كرمني في العفو دوت، وبأمر الله هبدأ بداية جديدة. إحنا اتعلمنا هنا حاجات حلوة وهنطلع نعمل بيها بره إن شاء الله. مبسوطين بالعفو الرئاسي الحمد لله، ومبسوطين جدا والحمد لله يا فندم. احنا اتعلمنا هنا برضو، اتعلمنا مهنة الحمد لله، ناكل منها عيش، مهنة شريفة الحمد لله. يعني على كل حال اتعلمت حرفة المخبز، ان انا عجال بعجل بعمل عيش، ودي صنعة اقدر اكل منها عيش في الشارع. بشكر الريس على العفو عشان هرجع لعيالي وابدا حياة جديدة. دلوقتي ننسى اللي كان، وبكرة مليان بالأمان. بالصنعة دي هقدر أعيش، هقدر على الحمل التقيل. امتزجت فرحة المفرج عنهم مع فرحة ذويهم الذين استقبلوهم أمام مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث وجهوا الشكر لرئيس الجمهورية على هذا العفو الذي أتاح لهم فرصة جديدة للحياة. أنا فرحانة إن ابني طالع النهاردة وعدي يوم عيد وياد اليوم الهني، وبشكر سياده الرئيس وبشكركم كلكم، وانتم نورتوا مصر كلها، وكل سنه وانتم طيبين. ما كنتش متوقع ان هو يخرج بصراحه. اللهم لك الحمد والف شكر يا رب، وربنا يفرح الجميع زينا. يا رب خليك يا ريس ويصلح حالك ويعليك اللي انت طلعت لنا عيالنا النهارده، يا رب يا رب. احنا بنحب الرئيس عبد الفتاح السيسي جدا، وعلى العفو الرئاسي اللي عمله لنا النهارده، وبنهنيه على ايد الشرطه. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو طلع ابننا في العفو ويعيش السيسي. نقلة نوعية وإنسانية أحدثتها مراكز الإصلاح والتأهيل في الإصلاح والرعاية المقدمة للنزلاء، وهو ما ينعكس على سلوك المفرج عنهم، فهم على استعداد تام للاندماج في المجتمع والبداية من جديد. حياة جديدة للمفرج عنهم أتاحها القرار الرئاسي بالإفراج بالعفو عنهم احتفاء بهذه المناسبة الوطنية، فهم على أتم الاستعداد للاندماج في المجتمع، معتمدين على ما تعلموه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تطبق فيها أعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، ووفقا للبرامج الإصلاحية والتأهيلية المتطورة التي تراعي هذه المعايير، إضافة إلى المعايير الوطنية في مجال حقوق الإنسان. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.